أصدقائي اليوم راح أحكي بهذه الكفالة اللي هي SA SAH وححكي بها كل التفاصيل وأشرح نقطة نقطة مع اللينكات ومع كل التفاصيل ومع كل المواقع الخاصة بدارة الهجرة. يقدر الشخص بدون ما يسألني وبدون يسأل العراق كندا وبدون يسأل أي شخص يسلسل بوياي في نقطة نقطة، ومن ثم أنه حيعرف تفاصيلها وشروط تقديمها وشروط الإنسان أو الشخص اللي هو يقدر يقدم عليها. يلا خلي تعالوا وياي على الكمبيوتر وححكي وياكم نقطة نقطة وأشوفكم كل اللينكات. طبعا بالمناسبة اللينكات بما أنه حتكون فيديو هذا قناة العراق كندا، اللينكات هحاول أنزلكم إياها بأفسر القناة أسفل قناة يوتيوب، وراح تشوفون كل موقع اللي حكيت عليه موجود لي جوا، تقدر تضغط عليه ومن ثم أنه راح تعرف تفاصيل هذا اللينك وباللغة الإنجليزية أو تحتاج أحد يساعدك في ترجمتها. يلا تعالوا وياي راح نبدأ نحكي في هذه الخطوات وشروط القيام بكفالة الخاصة اللي هي الـ SAH الـ Sponsor Agreement Holder، وخطوة خطوة وأنه نعرف تفاصيل هنا عن طريق الكمبيوتر. راح ننزل أول شيء راح يكون العملية الموقع الرسمي للحكومة الكندية الخاص بالكفالة، هذا اللي هو موجود هنا قدامك، راح تعرف أنه أنت من دون تضغط عليه راح نعرف تفاصيل اللي هي موجودة في دائرة الحكومة الكندية اللي هي اسمها يعني الاليجبل ومنو يقدر يقدم عليها وكل التفاصيل وشون هو المؤسسة أو المنظمة تقدر تصير أنه هي بالبداية بهذا البرنامج وبعدين أنه منو اللي يستطيع أن يقدمون. راح نرجع على موضوع ثاني، هي تعتبر من أحد البرامج الخاصة بالحكومة الكندية وأنه توفر بها شرط. أول شيء لازم أنه يكون شخص مقيم، هذا الشخص اللي نحن نحكي عليه هو الشخص اللي هو في كندا، شخص مقيم أو لديه جنسية يعيش في كندا ويكون الكفيل بتعقيب الأوراق والاتصال بالمنظمة ويكون حلقة وصل بين المنظمة والحكومة مع اللاجئ. يعني اللاجئ هو خارج كندا فما يقدر أنه هو يتصل من هنا، لازم أكون عنوان رسمي أو مكان أن يتصلون به. بس أهم نقطة اللي هي بها الكفيل اللي بكندا يجب أن يكون ثقة ومصداقية، أنه أكو فلوس راح تتحول راح تصير باسمه ومن ثم أنه هو يكون اتصاله مع المنظمة. الشخص المقيم يجب أن يكون أنه هو مثل قلنا أنه كنديان سيتيزن أو مقيم ويكون عمره 18 سنة، ما يصير أنه يكون أقل يعني غير مبالغ سن الرشد. هذا الشخص المقيم أول ما تبدي أنه أنت شلون تبدي لازم عندك شخص كفيل في كندا، هاي أول نقطة. النقطة الثانية أنه يجب توفر منظمة أو البحث عن مؤسسة خيرية من قبل الكفيل، يعني هذا الكفيل اللي متوفر عندك يجب أن يدور عن منظمة أو أنه مؤسسة خيرية أو كنيسة وتكون داخل المدينة اللي يسكن بها حصرياً، وتكون شلون راح يشوف هذا الكفيل أو يدور على المؤسسات أو المنظمات المعتمدة من قبل دائرة الهجرة. دائرة الهجرة حطت في أنه ويب سايت تقدر عن طريقه تلقي المؤسسات أو المنظمات اللي هي معتمدة. هذا اللينك اللي هو موجود هنا هو الموجود بكل المنظمات والموجود بها اللست مال المؤسسات اللي معتمدة من البرنامج هذا. طبعا أنه ممكن أنه هاي المؤسسة أو المنظمة اللي تلقيها أغلبيتها يجوز مجانا، بعضها أنه تأخذ أجور لها خاصة في الرسمية، بس مو من الشرط أنه لازم تأخذ فلوس لا، وإنما أنه الفلوس اللي راح تأخذها هذه هي أجورها أو أتعابها. ممكن أنه الشروط يعني مثل أنا كاتبها هنا، ممكن أن بعض المنظمات تأخذ أجور أو مصاريف إضافية حسب المنظمة وحسب الاتفاق مع الكفيل، اتفاق كله الكفيل، وليس من الشرط دفع هذه الرسوم لكون هناك منظمات تقوم بالعمل الخيري. يعني مو شرط لازم أنه كل منظمة تأخذ فلوس لا، والله ما تاخذ فلوس، عمل خيري وتسوي، بس اكو بعضها هذا اتفاق يكون بيناتكم. خلينا نجي على هذا اللينك اللي هو الخاص بالمنظمات، راح نفتحه نشوف انه شنو المنظمات حتى تعرف التفاصيل. اول ما ينفتح راح تشوف هنا قدامك المنظمات البرايفت سبونسر، تختار المقاطعه، طبعا مأسون محددي في سبونسر اجريمنت هولدر، مو كفاله خماسيه ولا كنسيه، هذا المنظمات خاصه بهذا البرنامج. اوكي تروح انه تختار مقاطعتك، هنا كل مقاطعات البرتا بي سي مانيتوبا نيوبروك نيوفلند نيفسكوشا اونتاريو وات ايفر بس اندورد، اختار مثلا انه انا مقاطعه البرتا، راح تطلع قدامي المدن، انا مثلا قاعد في شورو بارك هنا، هاي مدينه ادمنتون، هاي كنيسه معتمده، هذه كالجاري هنا كنيسه معتمده او منظمه، قدامك كل الكنائس وكل المنظمات. انا اختاريت البرتا، أنا قاعد بشورو بارك، إذا هنا أنا موجودة راح تقول لي نيكست، ما لقيته
اذا شرو بارك هي تابعه وين؟ تابعة لادمنتون قريبه عليها. فاي مدينه ما موجوده باللستة المدينه القريبه عليها هي ادمنتون، تبعد عليها 5 كيلومترات او 10 كيلومترات فقريبه. فحابدي ادور بالكنائس او المنظمات الخيريه الموجوده في مقاطعه البطا ضمن المدينة. ما اقدر ادور في كالجاري لانه يعني بعيده، يعني سكني مو كالجاري. اوكي، فراح نرجع من هنا على نفس البرنامج، مثلا نروح على اونتاريو، تختار اونتاريو، هاي اونتاريو، راح تطلع لك هنا كل الاوتاوا، لندن، تورونتو، ميسيساغا، واضافة الى كل وينزر، كل مدينة اللي انت بيها. وطبعا هنا 5 بيجات تكون نيكست، تعرف انه هو كل بتورونتو هواية اكو منظمات تقدر تسوي هاي العملية. اذا هنا وصلنا الى قناعة انه تقدر تبحث في هذا المجال وبطريقة انه سلسة وسهلة عن المنظمات اللي هي معتمدة بهذا الرجل. اوكي، راح نرجع لموضوع الاخر اللي هو النقطة الثالثة اللي يجب توفيرها، توفير مبالغ التي يجب دفعها مقدما للاجئ وحسب جدول مبلغ والارقام التي ينص عليه موقع الهجرة. تقريبا المبلغ 13500 للشخص، اكو الاضافي يختلف ماته حسب الجدول، وتكون هذه المبلغ تودع الى كندا تحت حساب الكفيل الموجود في كندا، هو اللي يتصرف فيه المبلغ وتوضع فيه البنك، وتكون بعلم المنظمة من توصل المبالغ، ويكون المبلغ مودع بحساب مصرفي، وعند الوصول اللاجئ إلى كندا سوف تحسب المبالغ على شكل دفعات كراتب شهري. يعني الفلوس اللي حتعطيها، هاي الفلوس مالتك مو ما حتروح، هاي من تجي إلى كندا ما يحق لك إنه تقدم إلى أي مساعدة، إلى أي مساعدة مالية من الحكومة، أي ولفير، أي مساعدات. راح يعطوك من هاي 13 خصم يقسموه على 12 شهر ويدفعوا لك إياها دفعات، كل شهر يعطوك مبلغ حتى تعيش وتبني حياتك، لأنه هنا اللاجئ لأول سنة ما يحق له يقدم مساعدات، ما عدا الهيلث راح يكون على الهيلث مال كندا، وانه تقدر انه تاخذ الهيلث يعني عادي مجانا حالك من حال اي احد. بس فلوس كمساعدات كدعم مادي يجب انه من 13500 يصرفوه عليك، يعني هالفلوس ما تدفع الحكومه ولا المنظمه تاخذها الى، هاي فلوسك يصرفون عليك من عندها. راح نجي على هذا اللينك اللي هو الخاص بعدد الاشخاص اللي يقدمون له، نفتحها. راح تجي انه طبعا انا كاتب هنا، خلينا نرجع للموضوع، يقول لك اذهب الى فقره كوست اوف سبونسر شيب، فانه من تفتح اللينك راح تروح على الفقره كوست اوف سبونسر شيب، تشوف قدامك جدول خاص وكامل بالاعداد، يعني الفاميلي سايز واحد 13500، اذا كانوا شخصين 22400 شخصين، ثلاثه وهكذا الى سبعه. من توصل لسبعه، اذا عدد نفرات عائله تكون يعني أكثر من سبعة تنضاف عليها 2050، يعني وصلت للستة تدفع 33700 وتضيف فوقها للسابع 2550، إذا كانوا ثمانية 33700 وفوقها تضيف اللي هي 2550 و2550 شخص، فكل واحد إضافي. طبعا هذه المبالغ حسب الفاميلي سايز وهكذا مشروع بها. تنزل لي جوا، اكو بعض المصاريف لازم انه تتوفر بيك اضافه اللي هي يعني اضافيه، لانه حتى الشخص ما يشعر انه هو يحتاج فلوس او احد. 6900 للشخص، 8300 هاش تضمن، تضمن هذني المصاريف بهاي. 150 اذا اضافيه اذا كان الطفل عمره من 4 الى 21، هذني اذا اضافيات، اذا شخص انه عنده بعد انه الفقره اللي هي عدد النفرات ستة، شخص سابع راح يكون المبلغ مالته 75 او تكون وياها 150 للطفل. اذا التفاصيل كلها موجوده باللينك، كل المعلومات موجوده باللينك، السبونسر او الكفيل يعرف هاي التفاصيل. اوكي، فهذا جدول خاص بدفع المبالغ محدث وكامل ل 2017. راح نرجع على موضوع اخر، نرجع على موضوع اللي مالتنا الفقره. يجب ان يكون للشخص هذا اللي يريد يقدم اللاجئ خارج بلد الام العراق، وهنا قصة وسبب للجوء وما هي الأسباب والدوافع التي تتطلب اللجوء بها إلى كندا أو دولة أخرى، لأنه يعني الاستمارة بها أنه أشخاص يعني شنو ليش يتقدم لجوء. أول سؤال، إذا وليس من الشرط توفير ورقة الأمم المتحدة، يعني إذا ما عندك ورقة الأمم المتحدة تقدر تقدم ماكو مشكلة، بس إذا عندك، إذا عندك إلى هذه تقوي الملف أو تساعد الملف أو أنه تثبت أنه لدارة الهجرة أنه أنت خارج كندا، عفو خارج بلدك وعندك هذه. بس إذا ما عندك مشكلة،
يسمح للاشخاص، وهذه الفقره انه صار بها اختلاف ويا بعض الناس، يسمح للاشخاص اللي يعيشون في خيم اللاجئين للامم المتحده في داخل العراق شمال العراق يحق لهم تقديم، لانه ذولا تابعين الى منظمه اليو ان اس سي ار لكونهم نازحين ولاجئين بعهده الامم المتحده. ذولا الناس اللي قاعدين، اليزيديين عندك، الناس المسلمين، الناس المسيحيين اللي قاعدين خارج بالعراق بداخل العراق، ما عنده فلوس، ما عنده جواز سفر، بيت هجم عليه الارهاب، راحوا بخيم قاعدين بيون السيارة، عنده اخوه بكندا عنده امكانيه يقدر يسوي لها الكفاله، ممكن انه يسوي لها وتستقبله كندا لكونه هو خارج العراق ومضطهد وعنده وثيقه انه هو ملتزم بخيم يعني الموجوده من اليون السيارة او اكو ادله. زين، العمليه كلها تبدي اول شيء ما تبدي، شلون العمليه تبدي بيها؟ الكفيل اللي وجدته في كندا يبحث الكفيل الذي في كندا عن المنظمه ولديها البرنامج ويتفق معهم على كل التفاصيل والاوراق والاجراء، وبعد ان يجد المنظمه يبلغ اللاجئ بالاوراق والمستمسكات المطلوبه حتى لا تتاخر المعامله، وتوفير عدم محكوميه من قبل اللاجئ في كل مكان سكن به اكثر من 6 شهور ودفتر الخدمه العسكريه. يعني سكنت بالعراق من ولدت الى ان وصلت للاردن، بعد صار لك 6 شهور بالاردن تجيب عدم محكوميه من العراق وتجيب عدم محكوميه من الاردن بما يخص هذا. دفتر الخدمه العسكريه مهم يثبت انه انت وين كنت، الموقف مالتك من الخدمه، بالاضافه السيره الذاتيه والشخصيه لكل فرد من الافراد اللي حيجون لكندا لاخر 10 سنوات. اخر 10 سنوات راح تكتب في الملف او الابلكيشن موجود بهذا الموضوع كل تفاصيل حياتك. راح نجي النقطه الثانيه، ملء الاستماره كلكم تملوها وارسال المبالغ واستلام هي في كندا المبلغ، المنظمه توقع والكفيل يوقع واللاجئ يوقع، توقعون كلكم. اخر فتره للحكومه الكنديه في هذا البرنامج ان تستلم المعاملات هو 31/12/2017 من هاي السنه. طبعا انه الاستماره اللي كلها لهذا البرنامج انا حاطها بلينك واحد واللي هو هذا اللينك، وحاط كل اللينكات يعني انزل لكم اياها، اللينك نفتحه هذا اللينك. طبعا هنا اللينك موجود ليجا واحد تنزل بيه تملي الاستمارات فيما يخص اللينك هذه الجنرال انفورميشن ابلكيشن، تملي هذا النمبر 1 2 3 4 5. طبعا الخامس هذا بيه كل المعلومات، ولكونك انه انت مقدم على سبونسر اجريمنت هولدرز لازم تملي هذا الابلكيشن. اذا راح تملي هاي الابلكيشنات كلها، هذا الاخ مال الكفاله الخماسيه مالك علاقه به، هذول اللي جوا مالك علاقه به. اذا راح تملي هذول الاستمارات كلها بالمنظمه واللاجئ والكفيل يملوها ويوقعوها وتكون جاهزه كلها للارسال. اذا انه هذه ما يخص الكفاله. بعد ما تملي واستلام الفلوس راحت ترسل دائرة الهجرة الاستمارة على هذا العنوان اللي موجود في كندا، هذا العنوان الخاص اللي ترسل إليه هي دائرة الهجرة الموجودة في كندا. بعد 30 يوم من إرسال الاستمارات كاملة والطلب إلى دائرة الهجرة وتكون المعاملة، بعد أن ترسلها ترسل رسالة إلى الكفيل وبيها جي نمبر 30 يوم، اقصد ب 30 يوم بزنس داي، يعني ما مشمول الويكند، ساتردي سندي عطله، فتحسب انه 30 يوم بدون السبت والاحد، تحسبها ممكن تصير 40 يوم حسب البريد، ممكن تصير 45 يعطيها فنتك يعني مثل ما يقول لك 15 يوم اضافيه، تجي لازم معامله تقول لك احنا استلمنا المعامله عندنا جي نمبر وهذا رقم جي نمبر، تقدر تتابع معاملتك اونلاين، يقولوا لك شلون تقدم ويحطوا لك اللينك. إذا المعاملة ما مكتملة وبها نقص راح يدزوا لك رسالة يقول لك المعاملة غير كاملة وهناك بعض الأوراق الناقصة، يرجع يعني يجب توفيرها وتبلغ برسالة رسمية ويبلغك بما هو النقص، ويجب توفير هذه الأوراق الناقصة خلال 30 يوم حصريا، بخلاف الملف ينغلق، يعني أنت لازم توفر هذه الأوراق خلال ال 30 يوم. تكون فترة الإجراءات المعاملة مختلفة حسب مكان ساكن اللاجئ، وين ساكن، إذا بالعراق إذا بالأردن إذا بنيوزيلندا إذا بماليزيا، تكون الفترة من استلام الجي نمبر وبعدها، يعني مو من مستواك قاعد تبكي تعمل معاملة وتقدم معاملة تحسب المدة، لا، دزيت المعاملة تاخذ لها شهر بعد تقدر تحسب، تتراوح المدة من 14 شهر إلى 65 شهر. 14 اللي بالعراق ذول النازحين اللي قاعدين بالخيم، 65 شهر اللي هم بمصر قاعدين.
بعد استلام الجيميلات تحسب الفترة يعني كل التفاصيل زين. كيف راح تعرف انه انت المادة مالتك وين ساكن، وكيف راح تعرف انه تزيد او تنقص؟ ممكن تزيد هاي المدة، ممكن تنقص حسب انه البيانات، وحسب تحديث دائرة الهجرة، حسب انه الناس اللي قدم خدمة تتراوح ممكن تقل زين. اذا زادت المدة اكثر من هالمدة ممكن بسبب انه عدم توفير وصول بيانات التدقيق الامنية، الفحص الامني اذا ما تتاخر هم تتاخر المدة وهم تزيد المدة مال اللاجئ الموجود. اضافة خلينا نجي شلون نعرف محل هذا اللينك، الدوس كنترول هذا البروسيس تايم اللي حتى تعرف انه انت ايش قد تطول عندك. خلني اللي نوصل لهنا هذا تختار هنا انه انت الكفاله، احنا مختارين سبونسر انه ترى فيوجي جاي. شنو هي الكفاله؟ راح تكون الكفاله انت برايفت سبونسر، المده اللي يكون هذه خلينا نجي نقول انه جوردن، تحط حرف جوردن، خلينا ننزل على او خلينا نقول مثلا العراقي يعني هذا العراق. اذا القادم واحد مقدم من الخيام دوس انه بروسس تايم 14 شهر. هاي اذا مقدم واحد من العراق اللي هو مقدم، من هو اللي قاعد بالخيام اللي حكينا عليهم. خلينا نجي الناس مثلا قاعد بماليزيا، خلينا نحكي بقاعد واحد بماليزيا او ماليزيا، اي ماليزيا، وانا ماليزيا تختار الدوله انت اللي قاعد بها ماليزيا. ماليزيا نفس البرنامج مقدم عليه دوس بروسس تايم، لا صحيح ملاوي العفو حتى لا اخطط، ماليزيا ان ماليزيا يعني 18 شهر من ماليزيا. حجيب على واحد الاخر تركيا، فكل الدول العالم موجوده هنا أنا، وتعرف انه انت يعني قاعدين باوروبا واللي يسوون العمليه ممكن يصير مثلا اللي قاعد مثلا بسويسرا زين بسويدن بالسويد، خلينا نشوف السويد حتى يقدم على هذا 45 مانث يعني تقريبا حوالي بالضبط 4 سنين، يعني السنه 12 شهر اراضي 4 سنين بالسويد انه مقر الاقامه اللاجئ. هاي وصلنا لفكره معينه حنعرفها، تعرف عن طريق هذا البرنامج انت وين وقد المده تختلف من بعض البعض. اوكي يبلغ اللاجئ والكفيل في تحديث يكون بخصوص افراد الاسره في حد اذا عندك احد صارت عنده ولاده، صارت عنده وفاة، الجواز السفر مالتك نفاذيته تخلص، صلاحيته، هذه كلها تبلغها الكفيل، يبلغ المنظمة حتى يعرفون شلون يتصرفون إذا صار بها اكسباير أو صار فيها أي تفاصيل أو أخرى. راح نجي يكون اللاجئ خلال المدة السابقة والحالية تحت التدقيق الأمني والاختبار، وأي سوء تصرف وسلوك يؤدي إلى غلق الملف وبالتالي يرفض الملف، وليس له وليس من صالح اللاجئ تغيير مكاني أو سكني خلال مدة التقديم لكونه تعرقل عملية التدقيق الأمني والملف. يعني أنت إذا قاعد كل أسبوعين ثلاثة أو كل شهرين ثلاثة بغير لك مكان بالمدينة اللي قاعد بيها، هذه تحولت من هنا، هذه ما تساعدك إنه إحنا لازم نسوي تحديث على الملف ولازم يبلغون وين رحت وين جيت. فحاول الفترة اللي أنت قاعد بيها هذه اللي مقدم عليها اقعد نفس المكان، يعني مثل يقول لك لا تحوس، اقعد مكانك، ما يسوى انه تفتر وتروح على غير مكان. في حاله رفض الملف لاسباب رسميه او امنيه، يعني ما طلعت موافقه مني عليك من قبل الهجره او سبب اخر، سواء انغلق البرنامج رسميا من قبل الحكومه الكنديه، المبالغ اللي دزيتها الى الكفيل يجب ان ترجع بالكامل، ويستثنى من ذلك اجور طبع وملء الاستمارات من قبل الكفيل، ما يدفع يرجع لك فلوسها، بس يتقدم لك وصولات، تقدم لك اوراق هذه، وتعاب المحاماه اللي رقف بالشغله او الكفيل راح تدور لك اجى منها اذا ان وجدت، لانه هو قام بدوره. يعني اني اذا صرت كفيل او المحامي صار كفيل لك وانه دور لك واللي قالك وتعب، هو مو انه الملف من الرفض بسببه انغلق هذه ما طلعت موافقه امنيه، الفلوس ابو اتعابه تروح، يعني تعب هو مو قاعد يشتغل بلاش، بس الفلوس اللي دزيتها للحكومه يصرفون عليك ما ترجع لك بالكامل. ويرجى ان يكون هناك ورقه رسميه واتفاق موقع بين اللاجئ والكفيل وتشير بكل شيء، يعني لما تعطي فلوس مال اتعاب ايش قطعت فلوس كلها موجوده وتكون يعني موقعه من عندك ومن عندك حتى يكون حقوق الجميع محفوظه، لا عاد داعي انت بباطل ولا هو داعي بحق وتصير مشاكل، حتى الحكومه الكنديه ما تدق على المشكلات. سوف يكون هناك اجراءات ومقابله في السفاره الكنديه او مقر القنصليه القريب على اللاجئ، وبعدها فحص طبي. من المحتمل ان يفشل اللاجئ باجتياز المقابله او ظهور نتيجه فحص طبي سيئه، بعدها يرفض الملف ويغلق وغير قابل للاستئناف. اذا فشلت من المقابله ممكن انه
ترفض الملف. طبعا الحكومه الكنديه اللي هي دائره الهجره معتمده بعض المكانات الخاصه بالفحص الطبي، موجود هذا اللينك خاص بالحكومه الكنديه، اذا نروح عليه راح تعرف انه انت وين تفحص وين حسب دولتك. نفتح اللينك نشوف هذا البرنامج الاخر، هذا كله الويب سايت والحكومه الكنديه كلها متوفره بيها شغله. تقول لك تختار اساسا الكانتري، خلينا نختار العراق مثلا، انه خل موجوده الحكومه الكنديه حاطه شيء بالعراق حتى للفحص الطبي مالتها، اختارينا العراق هي انا مده تشوفوا قبالكم، نروح جو راح يطلع لك لي جوا المكانات في الفحص الطبي. في بغداد عندنا الاي او ام تفحص خاص منها، في اربيل عندنا منظمه اسمها جلوبال فيزا تفحص، فعندك مكانين يعني في اربيل بما يخص الفحص الطبي. اذا الشخص كان بالخيام بالعراق ونازح حيجزوه الاربيل يفحص، اذا في بغداد هو من غير جنسيه حيكون يفحص يعني سوري وعايش ببغداد راح يفحص في بغداد في هذا المكان. هاي مكانين معتمده من قبل الحكومه الكنديه. حتى خلينا نروح على مثلا عمان او جوردن، تدوس تختار جوردن وتروح عليها جو راح يطلع لك مكانات الفحص الطبي. هذه عمان موجود هم مكانين، منظمه الاي او ام الميجريشن موجود بيها، واذا متر انه هذا الدكتور اللي معتمد عندهم في عنوانه ورقم تليفونه. وهذه طبعا عاده في كل مكان من يوصل مرحله الفحص الطبي السفاره تدز له رساله او تدز له الاخبار الكفيل واللاجئ وتقول له ابو فلان تاريخ افحص وخذ موعد. وهذه انا اتمنى انه الكل يستفاد من هذا البرنامج، واتمنى انه يوصلون الى بر الامان الى بلدهم الثاني في كندا، والكل انه توصل في هذه. هذا شرح تفصيلي لما يخص اللي هي الخطوات وشروط القيام بكفاله خاصه الكنديه اللي هي نوع سبونسر اجريمنت هولدر. اتمنى الكل استفاد من العراق وكندا واستفاد هذه. سووا متابعه للقناه وان شاء الله اوافيكم بفيديوهات اخرى. اليوم انتهيت من شرح تفصيلي وكامل على سبونسر اجريمنت هولدرز، الكفاله الخاصه بهذا البرنامج، واتمنى الكل استفادوا من هذا الفيديو، والكل انه وصلت الى قناعه انه هل هي مشموله او غير مشموله في هذه الساه او السبونسر اجريمنت هولدر. وان شاء الله اوافيكم فيديوهات واخرى وشرح مفصل اكثر، واتمنى الكل يستفادون. سووا فولو لليوتيوب للقناه، وحتنزل فيديوهات جديده شرح تفصيلي لعده معلومات وعده اشياء اخرى يستفاد منها المهاجرين واللاجئين واي شخص قاعد او خارج كندا. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العراق وكندا في قناه العراق وكندا وصفحتنا في الفيسبوك العراق وكندا. شكرا لكم، مع السلامه.